يندرج هذا اللقاء في سياق مساهمة النيابة العامة في الحق الدستوري المكفول للمواطن في المعلومة والتواصل مع الرأي العام لمنع انتشار الإشاعات والأخبار المختلقة أو لتصحيحها، وذلك تنويرا للرأي العام الوطني والدولي. بداية أود أن أؤكد بأن النيابة العامة حريصة على تطبيق القانون وتأخذ بعين الاعتبار قرينة البراءة. كما في علمكم أنه تم التداول أخيرا في بعض وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أنه تم تقديم شكاية بالزور ضد السيد الوكيل العام للملك بالدار البيضاء لكونه ذكر في محضر استنطاق المتهم توفيق بوعشرين بأن الأمر يتعلق بحالة تلبس، عوض أن يذكر أن الأمر يتعلق بالبحث التمهيدي. أقف عند هذه النقطة لكي أعمم المعلومة. محضر الاستنطاق هو هذا، خليني نسلم لكم باش تنطبقوا على جميع المتهمين. كل ما هنالك كتبقى احيانا يقدر يشطب على هذا مسطرة التلبس واحيانا يتم اغفاله، وحتى ولو تم اغفاله فالعبرة بتحديد حالة التلبس من عدمها ليس هو ذكر هذه العبارة في المحضر، بل العبرة في تحديدها كما تعلمون للقانون. وننزع فيها داخل الجلسة سواء من طرف الدفاع الذي يدلو بدلوه في هذا الإطار أو النيابة العامة، وللمحكمة الكلمة الفصل. ولا يرقى، هذا مجرد دفع من الدفعات يثار أمام المحاكم، مئات الدفعات تثار يوميا في هذا الإطار، وهذا لا يرقى إلى مرتبة تقديم شكاية بتزوير. أنا تنقول القانون، قلت بأن الطعن بالزور اللي توجه ضد الوكيل العام بالدار البيضاء لأنه قال حال التلبس عوض البحث التمهيدي، بناء على هذه الحيثيات اللي ذكرت لكم، هذه الشكاية تم حفظها من طرف الوكيل العام لمحكمة النقد بتاريخ 8/3/2018، ووجه إشعار للمشتكي بهذا الخصوص، حفظت لكونها لا تستند على أي أساس قانوني ولعدم وجود أي تزوير. هناك شكاية ثانية أن المسمات عفاف برناني، هي موقعها في القضية سيحددها القانون، هل هي مشتكية أم ضحية أم ستنتصب طرف مدني، هذا وضع آخر يحدد أمام المحكمة، لأنها تدعي بأنها لم تشتكي ولم تقدم أي شكاية في مواجهة السيد توفيق بوعشرين. الواقع هو هذا، أنها لم تتقدم بأي شكاية، ولكن وردت على لسان إحدى الضحايا التي أكدت بأنها كذلك، أن السيدة عفاف برناني أخبرتها بأنها تعرضت للتحرش الجنسي من طرف المتهم توفيق بوعشرين، مجرد إخبار. الشرطة عليها أن تتأكد، وبالتالي تستدعي كل من ذكر في المحضر سواء بصفته ضحية أو شاهد أو مصرح. هذا ما وقع، تم استدعاؤها والاستماع إليها في محضر تصريحها. بعد ذلك تقدمت بواسطة دفاعها بشكاية في مواجهة ضابط الشرطة القضائية محرر المحضر،
متهمة إياه بكونه زور عليها في تصريحاتها وأنها لم تصرح له بأنها كانت ضحية تحرش جنسي من طرف السيد توفيق بوعشرين، وأنها أمضت على المحضر رغم تغيير هذا التصريح الذي لم يصدر عنها. فوجئ الضابط محرر المحضر بتصريحاتها في بعض وسائل الإعلام، لأن فعلا هي تقدمت بهذه المقالات وهذه الإخبارية لوسائل الإعلام. فتقدم أمامنا يومه، تقدم يوم الجمعة بشكاية في مواجهتها، يتهمها بأنها أساءت إليه وإلى سمعته وإلى سمعة أسرته وسمعته بين زملائه في العمل. تقدم بشكاية مصحوبة بقرص مدمج يضبط ويوثق وقت الاستماع إليها، قرص مدمج يوثق لحظة الاستماع إليها. النيابة العامة تتفاعل مع جميع الشكايات، بمجرد توصلها بالشكاية أمرت باستدعاء وبإحضار المشتكى بها للاستماع إليها في الموضوع، وفعلا استمعنا إليها هذا الصباح في محضر أول. أكدت بأنها تؤكد شكايتها وأنها لم تصرح للضابط المذكور بأنها كانت عرضة للتحرش الجنسي من طرف السيد توفيق بوعشرين، وبعد إصرارنا عليها صرحت بأنها تؤكد بأنها لم تصرح له بأنها تعرضت للتحرش الجنسي من طرف سيد توفيق بوعشرين. بعد ذلك عرضنا عليها القرص المدمج الذي وثقه الضابط لحظة الاستماع إليها، وأنها في هذا التسجيل تظهر بادية وتقرأ محضر الاستماع إليها صفحة بصفحة، وورد في قراءتها بأن تقرأ هكذا بأن السيد توفيق بوعشرين تحرش بها كذلك. فاستفسرناها عن هذه الاتهامات للضابط، هي اتهامات باطلة، فقالت بأنها فصرحت بأنها تخوفت وعزت كذلك أيضا لكونها مدة ساعات وهي تنتظر وكانت متسرعة للالتحاق بمنزلها. بناء على هذا كله وبناء على هذا الدليل العلمي، قررت النيابة العامة نظرا بعد دراستها للملف تبين لها بأن الأمر يتعلق بجنحة، لأن حسب مقتضيات 264 من القانون الجنائي هو إهانة الضابطة القضائية بالبلاغ الكاذب، وأحلنا المسطرة برمتها على السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية للاختصاص. فبادر السيد وكيل الملك إلى متابعتها بوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بادر إلى متابعتها بجنحتي الإهانة بالبلاغ الكاذب والقذف طبقا لمقتضيات الفصل
264 من القانون الجنائي و 264 و 442 و 444 المتعلق بجنحة القذف. ماشي مشكل 442 متعلق بجنحة لا ما كاين مشكل. ووجه لها استدعاء لكي تحضر لجلسة وجهها الاستدعاء لكي تحضر اسمح لي لاين وي الاستدعاء الذي وجه اليها لكي تحضر لجلسه 3/4/2018 لمتولي امام المحكمه ولكي تتاكدوا جميعا من مما صرحت به فانني ساعرض عليكم في شاشة محضر ان الوكيل العلنية ما كاينش مشكل. ساعرض عليكم في شاشة محضر الضابطة القضائية محضر الاستماع اليها وفي شاشة محضر الاستماع اليها وهي مصورة وتقرأ شخصيا تصريحاتها وما ورد فيها ولكم الحكم بعد ذلك.